صفوان اكو صوت حاليا مو؟ نعم دكتور، واضح. نعم تمام. محاضرة اليوم هي عن الاختبارات اللي نسويها للهيميوستاسيس. أهداف هذه المحاضرة، بعد انتهاء هذه المحاضرة كل واحد منكم راح يكون قادر على أنه يعرف الهيميوستاسيس ويوصف عملية توقف النزيف. أيضا بإمكانه تحديد الطرق اللي ممكن نستخدمها لإجراء اختبار البليدنج تايم اللي هو راح يكون جزء من هذه المحاضرة أيضا، وبعض الحالات اللي ممكن يرتفع بها البليدنج تايم. مصطلح الهيميوستاسيس، هذا المصطلح هو معناه عملية توقف النزيف، هي إحدى العمليات الطبيعية اللي يتبعها الجسم حتى يعمل على إيقاف النزيف أو إيقاف فقدان الدم، سواء كان بعد التعرض لبرده او لقطع بالاوعيه الدمويه باي طريقه كانت. الهيميوستاسيس هو احدى اليات الهوميوستاتيك او اليات التوازن اللي تعمل على منع فقدان الدم باستجابه فسيولوجيه طبيعيه معقده. ايضا مصطلح الهيميوستاسيس ممكن استخدامه بحالة السيرجيكال اريست او التوقف الجراحي او عملية ايقاف الجرح او النزف بشكل العفو دكتور جاسم، صوت انقطع. اي صوت ما تمام، هسه نتصل عليه ان شاء الله. ان شاء الله. أرجو المعذرة، طفت الكهرباء. طلاب جاي تسمعون صوتي؟ اسمعك هي دكتور. دكتور، واضح واضح. هي دكتور. أنا جاي أشير العرض، إذا ما جاي يطلع يمكن قولوا لي. تمام، وطلع ظهره ظهره. واضحة دكتور، واضحة. تمام. مصطلح الهيموستاسيس قلنا عليه بشكل سريع، ما أعرف إنه وصل لكم لو لا، إنه هو عملية إيقاف النزف حتى نحافظ على الدم من الفقدان. عملية فقدان الدم ممكن يحصل نتيجة التعرض لردة أو لقطع للأوعية الدموية، وهي تحصل نتيجة هو إحدى آليات الاتزان أو الهوميوستاتيك ميكانيزم اللي تمنع فقدان الدم، وتحصل بشكل طبيعي ونتيجة استجابة فسيولوجية طبيعية معقدة. الهوميوستاسيس عملية إيقاف نزف الدم يتم بعدة مراحل اللي هي 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي البازو كونستريكشن، تقلص الأوعية الدموية. تقلص الأوعية الدموية هذه يتم نتيجة عدة محفزات، يعني أول ما يتعرض الوعاء للقطع أو للثقب بحيث أنه راح يفقد الدم،
راح يعمل السموك ماس الموجودة بجدران الأوعية الدموية على أنه تقلص. تقلصها راح يكون بفاعل عدة عوامل، منها أنه الألم اللي راح يصير راح يحفز منعكس عصبي حتى بيعمل أو ينطي إعاس للأوعية الدموية أنه تتقلص. العامل الآخر أنه هي الميوجينيك أو اللوكال ميوجينيك كونتراكشن، تقلص أوعية دموية تلقائية مكان النزف أيضا راح يصير. الصفيحات الدمويه اللي راح تجي للمكان ايضا راح تفرز مادتين، البروستاغلاندين والسيروتونين. دن المادتين راح تعمل على تحفيز العضلات المنساء الموجوده ايضا بهذه الاوعيه على انها تتقلص، بالتالي محاولا انه توقف نزف الدم. الخطوه الثانيه اللي هي من ضمن خطوات ايقاف نزف الدم الرئيسيه هي تكوين البلاك او سداده من الصفيحات الدمويه. اول ما صار نزف الاوعيه الدمويه قلنا انه راح يصير فازو كونستريكشن، تقلص الاوعيه الدمويه. بعدها تجي الصفيحات الدمويه تتجمع بالمكان. شلون راح تتجمع الصفيحات الدمويه بمكان الجرح؟ اول شيء الاوعيه الدمويه الاندوثيليا سيل اللي راح تبطن الاوعيه الدمويه، عفوا الخلايا الطلائيه، هذه الخلايا الطلائيه هي تفرز ماده نسميها فون ولبراند فاكتور. هذا العامل ينفرز من الاندوثيليال سيل وايضا من الصفيحات الدمويه، لكن هنا بحاله الاصابه هو راح ينفرز من بطانه الاوعيه الدمويه اللي هي الاندوثيليال سيل. شنو راح يعمل الفان ولبرانت فاكتور؟ هذا العامل راح يخلي سطح الخلايا الطلائيه اللي تبطن الاوعيه الدمويه بشكل لزج ستيكي. هاي اللزوجه راح تعمل على انه تخلي الصفيحات الدمويه من تجي للمكان تلتصق بها. التصقت الصفيحات الدموية، هذه الصفيحات الدموية بدورها أيضا راح تفرز مواد. شنو المواد اللي راح تفرزها؟ راح تفرز أدينوسين أو داي أدينوسين فوسفيت بالإضافة إلى الترومبوكسان أي 2. شنو دور دن المادتين اللي راح تنفرزن؟ راح تعمل على جذب الصفيحات الدموية الموجودة بشكل حر، بحيث أنه تلتصق هذه الصفيحات الدموية أيضا مع بعضها وتكون سدادة تمنع فقدان الدم. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بعملية الهوميوستاسيس هي تكوين الخترة الكلوت. شلون راح تتكون الخترة؟ حتى تتكون الخترة لازم تصير عندي تنشيط لعدة عوامل، منها العامل السابع اللي هو التيشو فاكتور، هو اللي راح يتنشط أول واحد. التيشو فاكتور من يتنشط، الهدف من تكوين الكلوت هو بالأخير حتى يكون عندي الفايبرين، ألياف الفايبرين اللي هي راح تكون بالاخير بما يشبه شبكه تمسك الصفيحات الدمويه والار بي سي. فحتى يتكون الفايبرين لازم يتكون عندي الكلوت. شلون راح تكون؟ قلنا انه راح تنشط العامل السابع، العامل السابع بدوره راح ينشط العامل العاشر. العامل العاشر من يتنشط راح يحول لي البروترومبين الى الترومبين، والترومبين يحول لي الفايبرينوجين الموجود بشكل حر داخل البلازما الى فايبرين، والفايبرين هو بالاخير راح يكون شبكه من الالياف الفايبرين اللي تمسك الاوعيه اللي تمسك الار بي سي والبلاتليت. طبعا راح نشرح عن الكلوتا وتكوين الخطره بالمحاضره القادمه اللي هي الكلوتينج تايم بشكل مفصل. المرحله الاخرى من عمليات الهيمنيوستاسيس انه صح عندي بالمرحله الثالثه تكون عندي شبكه من الالياف تكون خطره، لكن هذه الخطره لازم ما تبقى بشكل دائم، لازم يصير لها عمليه تحلل. عمليه التحلل هي الفايبرينولايسيس اللي راح تتم بفعل البلازمونوجين اللي راح يتحول الى بلازمين. البلازمونوجين يرتبط بهاي الخطره ويتحول الى بلازمين، البلازمين راح يعمل على اذابه الفايبرين او الياف الفايبرين اللي تكونت حتى تكون بشكل حر وكانه ما صار اي جرح بالمكان. فهنا انا راح اسالكم انه كل جرح راح تتم به هذه النقاط الاربعه والمراحل الاربعه لو كل واحده منها تخص نوع معين من الجروح؟ لا دكتور، كل واحد تخص نوع معين من الجروح، هناك ما كان ما ممكن تكون بين فايبرين. حسب الاماكن دكتور، لان اكو اماكن اذا كان فيها جرح معين ما ممكن تكون فيها الاربع نقاط، ممكن تكون ثلاثه منها، لكن الأربعة بالكامل لا ممكن تنجمع بمكان واحد. زين بقية شنو رأيهم؟ أحمد ياسين. أحمد ياسين. آية نمير. نعم دكتور. دي شنو رأيك؟ عمليات الخطوات الأربعة للهيميوستاسيس تحصل مع كل جرح أو كل جرح يختلف عن الجرح الثاني؟
بحيث انه تصير بوحده من هاي النقاط او اثنين او ثلاثه مثل ما قال زيد. لا أنا أقول مع كل الجروح، كل الجروح راح لماذا؟ تتم فيها هاي الخطوات. يس، لأنه هو أصلا البلاد كله نفس البلاد وكله نفس الشيء، فأتصور نفس الجروح، يعني الخطوات نفسها. انت افتهمتي معنى مصطلح الهيميوستاسيس؟ إيه فهمتونه. عملية منع فقدان الدم أو إيقاف النزيف. إيه نعم. لا أنا أقول ما تصير مع كل حالة، راح نجي عليها واحدة واحدة. هسه إذا كان عندي جرح بسيط بحيث أنه التقلص الوعائي وحده هي الفازو كونستريكشن كافي لإيقاف النزف، أكو داعي أنه تجي الصفيحات الدموية تجتمع أو أنه يتكون ألياف الفايبرين؟ لا. فإذا كان عندي التقلص هو وحده كافي على أنه يسد مكان الجرح اللي صار، معناه انه خلاص انا اتوقف عند النقطه الاولى، ما راح يبدي الجسم يكون او يجمع الصفيحات الدمويه بعد. لكن اذا كان هذا الجرح اكبر قليلا بحيث انه التقلص الوعائي خفف من جريان او من فقدان الدم لكن ما توقف نزف الدم، ايش راح يصير؟ راح تجي الصفيحات الدمويه هي بفعل اللزوجه اللي صارت بالاندوثيليال سيل للبطانه الاوعيه الدمويه، تلتصق الصفيحات الدمويه وتفرز مواد تساعد على انه الصفيحات الدمويه الموجوده بشكل حر ايضا تلتصق مع بعضها وتكون سداده. هنا راح تسد الجرح بحيث انه ماكو عمليه فقدان الدم، بالتالي انا ما احتاج اروح للخطوه الثالثه او الجسم ما يحتاج انه يكون خدره. يتوقف عند النقطه الثانيه، لكن اذا كان الجرح اكبر، صار عندي جرح وعائي اكبر، خلينا نقول انه صار جرح بالسكينه. الجرح بالسكينه اذا انتم عفتوه لفتره من الزمن انه الصفيحات الدمويه صار اول شيء تقلص وعائي، تجمعت الصفيحات الدمويه لكن بعد جريان الدم مستمر. فايش راح يسوي الجسم؟ راح يكون الياف بحيث انه الصفيحات الدمويه كانت بالخطوه الثانيه من اجتمعت مع بعضها ما منعت عبور الار بي سي للخارج. لكن انا احتاج انه يصير عندي مثل ما هي الشبكه نحن نسميها الكلوت، الخطر اللي راح يصير هي عباره عن الياف الفايبرين اللي تكون شبكه. هذه الشبكة تحجز الـ RBC وتحجز الصفيحات الدموية بحيث تمنع فقدان الدم وراح يتوقف النزف بهاي الحالة. طبعا اكو حالات لا، حتى انه تكوين الخترة ما راح يساعد على انه يتوقف النزف، فنضطر انه جراحيا نحن نسد هذا الوعاء جراحيا حتى يتوقف نزف الدم. الخطوة الرابعة هي حالة انه صار عندي كلوتينج، يعني من الخطوة الرابعة ما تصير اذا ما تصير الخطوة الثالثة. يعني الخطوة الرابعة ما تتبع الخطوة الثانية، لا هي منفصلة. الفايبرولايسيس هي عملية تحلل للخطرة اللي تكونت اللي سدت مكان الجرح اللي صار. راح البلازمونوجين اللي هي من وظائفها انه يحلل الياف الفايبرين ويحولها الى شكل دائب في مجرى الدم. هذه هي الخطوات الاربعة لعملية الهيميوستاسيس. زين الاساس الفسيولوجي، اساس الفسيولوجي لاضطرابات النزف. حتى يحصل نزف لازم اكو عده مشاكل تؤدي الى انه صار عندي نزف لفترات طويله. طبعا اقصد يعني صار عندي جرح ما توقف النزيف هنا، جاي يجري بشكل مستمر اكثر من الاوقات الطبيعيه لها. راح تكون نتيجه شنو؟ اكو خلل عندي بعده محتويات، منها خلل بالصفيحات الدموية راح تؤدي إلى أنه النزف اللي صار راح يتجاوز الفترة المحددة أنه يتوقف. مثلا إذا كان هو مفترض يتوقف خلال 5 دقائق، ما توقف خلال 5 دقائق، جاي يستمر ل10 دقائق أو أكثر، معناه عندي خلل بالصفيحات الدموية، أو أنه عندي خلل بجدران الأوعية الدموية، أو عندي خلل بعوامل التخثر الموجودة بالدم. الصفيحات الدمويه والبلاد فيزلز والجدران الاوعيه الدمويه والصفيحات اذا كان فيها خلل، معناه انه جريان الدم راح يصير لفتره اطول من المعتاد. يعني ما تجمعت الصفيحات الدمويه وقفت النزف، الاوعيه الدمويه ما فرزت الفان والبرانت فاكتور وعملت على سحب او التصاق الصفيحات الدمويه بها حتى يتوقف النزف. دني اثنينات اذا كان فيها خلل راح يصير عندي نزف فوق الوقت الطبيعي. وممكن في بعض الحالات اذا انتم شايفين اكو فيتيكال، اكو مثل البقع حمراء تصير على الجلد، هذه ايضا ممكن يكون سببها خلل بالصفيحات الدمويه او ممكن يكون خلل بجدران الاوعيه الدمويه.
الحالة الأخرى اللي هي الأخيرة هي coagulation of blood. إذا كان عندي خلل بعوامل التخثر أيضا راح يصير عندي خلل بعملية تكوين الخطرة الدموية. الكوغوليشن فاكتور تعرفون اكو 12 او 13 عامل تتدخل بعمليه تكوين الخطره الدمويه. اذا كان عندي خلل بتكوين الخطره الدمويه وين اروح؟ معناه انه هذه العوامل اما انه اكو خلل بتصنيعها نتيجه حاله مرضيه او يكون وراثي. اذا كان وراثي مثلا عندنا الهيموفيليا العامل الثامن اذا كان ماكو او قليل نتيجه اسباب وراثيه تكون الكوغوليشن عمليه تكوين الخطره بطيئة. إذا كان نتيجة اضطرابات مرضية مثل أنه الكبد، نحن نعرف أنه كل أغلب هاي العوامل تصنع في الكبد، إذا كان الكبد بمشكلة مثل الهيباتيتس أو سيروسيس أيضا راح يصير عندي نقصان بعوامل التخثر، بالتالي ما راح يتكون الخطرة بشكل السريع اللي يتطلب أنه يوقف النزف، أو عندي خلل بفيتامين كي ديفيشنسي، خلل أو نقصان بفيتامين كي أيضا راح يطول لي عملية تكوين الخطرة. طبعا الهيميوستاسيس انا اقدر اعتبر الهيميوستاسيس بعدة اختبارات. من هذه الاختبارات هو البليدنج تايم. البليدنج تايم يكشف لي عن الصفيحات الدموية، وظيفة الصفيحات الدموية انه هي اعدادها طبيعية او تؤدي وظائفها بشكل سليم او لا. عندي الاخرى الكلوتنج تايم. الكلوتنج تايم يكشف لي انه عوامل التخثر ايضا جاي تنجز وظائفها بشكل صحيح او لا. البلاتلت كاونت اشوف اعداد الصفيحات الدمويه ايضا طبيعيه او لا. البروترومبين تايم وهارشال ترومبوبلاستين تايم دم كلهن اقيس بها الهوميوستاسيس. راح ناخذ هذه الاختبارات بشكل متسلسل بالمحاضرات القادمه. اول محاضره او اللي هي محاضره اليوم راح ناخذ البليدنج تايم، بعدها راح نتبعها بالكلوتنج تايم والبلاتلت كاونت والبروترومبين تايم والهارشال ترومبوبلاستين تايم. طبعا اكو اختبارات اخرى تكشف لي عن الهوميوستاسيس غير دم اللي انا ذكرتهم مثل الترومبين تايم والاكتيفيتد كلوتينج تايم وغيرها من الاختبارات. اختبار البليدنج تايم. البليدنج تايم هو وقت النزف اللي هو شنو؟ هو الوقت بين ما انا تقبلت الجلد وبين ما يتوقف نزف او جريان الدم من مكان اللي انا تقبلته. هذا اسميها وقت النزف. اكشف بها مختبريا عن وظيفه الصفيحات الدمويه. طبعا اكو عده طرق لانجاز البليدنج تايم، منها طريقه الديوك ميثود والاي في ميثود. راح نشرح الطريقتين هذا اليوم ان شاء الله. انتم سامعين بالطريقتين لو لا؟ ماخذيها بالسنوات السابقه البليدنج تايم؟ أكو واحد عنده معلومة عن البليدنج تايم؟ ما أخذتوها بالمرحلة الثالثة؟ بالهيماتولوجي؟ لا دكتور ما أخذناها بالكلية، لكن بالمختبرات أنا يعني أغلبنا أخذناها، لكن بالكلية لا ما أخذناها. اشتغلتوها بالمختبرات يعني عندكم فكرة عنها؟ أنا مشتغلة بالنسبة لي، أنا مشتغلة العملي، عملي بالمختبر. تمام، هي طريقة العملية سهلة يعني حتى الواحد يشوف صورة إلها راح يعرف شلون يشتغلها. الطريقة الأولى هي طريقة الديوك ميثود. هذه ممكن أسويها على جزئين، إما أنه الفينجر تيب أو الإيرلاب، شحمة الأذن أو رأس الأصابع أو أطراف الأصابع. بالطريقة أساسا هي كانت للإيرلاب أو شحمة الأذن، هي بالبداية هي الطريقة لها كون أنه الأصابع رؤوس الأصابع هي سماكتها تختلف من شخص إلى آخر وتكون سميكة في بعض الأحيان. المواد اللي احتاجها احتاج واخذة معقمة وكذلك احتاج فلتر بيبر ومعقم وكذلك ايضا احتاج الكابيلاري تيوب وساعة ايقاف. هاي الصورة اللي قدامكم هي عن الطريقة الديوك ميثود اللي نسويها على شحمة الاذن. راح اجي على الصورة لاحقا. البروسيجر مالتها اول خطوه انه انا لازم اعقم الاصابع او مكان الوغزه، يعني سواء كانت الفينجر تيب او الايرلاب لازم اعقمها بكحول ايثانول 70%. اتركها تجف يلا او اخذها بالنيدل.
طبعا الطريقه شلون راح تكون؟ شوفوا هاي الطريقه، سواء كانت فينجر تاب او كلوب، هي نفس المبدا. انا راح اعقم المكان وراح اجيب واخذها او اخذها. طبعا العمق مالتها هي تقريبا من 2 الى 3 ملم. زين، هنا من اخذها راح اشيل القطره الاولى بالفلتر بيبر، حافه الفلتر بيبر، راح اجيب الفلتر بيبر الحافه مالته اخليها على الجرح بحيث انه ما تلامس نقطه جريان الدم، حتى اذا تكونت القطع الدمويه او الصفيحات الدمويه جمعت مع بعضها ما اوخرها بالورقه او بالفلتر بيبر، لا. لازم القطره اللي راح تطلع، القطره اللي تطلع على الحافه مالتها اخلي الفلتر بيبر تلامسها، وهي الفلتر بيبر تلقائيا راح تمتص القطره الى الداخل بهذا الشكل. اول قطره هي راح احسب لها الوقت الزيرو تايم، الزيرو هو النقطه الصفر، يعني انا الثانيه بدات شلت القطره، هي هاي النقطه اشير عليها انه هي هاي زيرو. انطيها فتره 30 ثانيه، يعني كل 30 ثانيه اجيب الفلتر بيبر والامسها للقطره اللي راح تتكون، الى ان اوصل لاخر نقطه، انه بحيث انه ما عندي اي دم راح يجي، ماكو دم اجتمع على الفلتر بيبر بحيث انه هي تكون صافيه الورقه. هنا احسب انه الوقت انتهى مالتي، شوف بعدها ايش راح اسوي، اشوف انه ايش كم 30 ثانيه انا حسبت. يعني اذا نجي على الصوره هنا، شوف هنا اول 30 هو النقطه الاولى كانت زيرو، وراها النقطه الثانيه هي 30 ثانيه، النقطه الثالثه هي 30 ثانيه اخرى، وهكذا تشوف ايش قد صار عندك، كم نقاط بعد النقطه الاولى. طبعا ما تحسب النقطه الاولى، تحسب النقاط الاخرى. اذا افترضنا انه هذه النقاط هي اربعه، فاذا عندي 34 ثانيه، يعني معناه ان وقت النزف هنا صار عندي اختيار. الوقت الطبيعي بهاي الطريقه هي دقيقه الى خمس دقائق، يعني خلال دقيقه الى خمس دقائق لازم يتوقف جريان الدم. طبعا هاي الطريقة ما معتمدة كلش، لأن العمق الوخزة اللي راح أخذها ما متحكم بها، أنا ما أقدر أسيطر عليها، لأن ما أعرف سمك البيشنت اللي راح يجيني، سمك الأصبع مالته أو الجلد مالته إيش قد، حتى أعرف إيش قد راح أدخل فيه. زين، السؤال هنا الوخزة وين راح تكون؟ بأي جزء من الأصبع؟ بالوسط، بالأطراف؟ بالطرف الجانبي دكتور. ليش بالطرف الجانبي؟ لان الطرف الامامي تكون سميك مكان عمل، يكون سميك ويكون مكان تجمع السوائل. الطرف الجانبي افضل. بعد غير السبب؟ دكتور الجنس يكون اراضي. دكتور شلون يكون؟ الجلد يكون السمك ماله أرق من الأمامي. لا مش شرط دكتور، اكو ملاحظ النهايات العصبية تكون بالأمام، أمام الإصبع، بينما الجانبي النهايات العصبية قليلة. الإصبع الجهة الأمامية والسنتر الأمامي أو من الأعلى دني يكون كثافة الأعصاب موجود بها كبيرة، بحيث أنه راح تكون مؤلمة. بالأطراف لا، الكثافة الأعصاب راح تكون أقل، بالتالي راح تكون أقل ألماً. هذا هو السبب اللي راح يخليني أوخذ بالأطراف مو بالسنتر أو بالجهة العلوية. زين، نحن كنا إنه هاي الطريقة ممكن نطبقها على الأصابع أو شحمة الأذن، وهي شحمة الأذن هي أساس هذه الطريقة. أنتم شلون ممكن تبتون شحمة الأذن حتى تأخذون بها الإبرة أو النيدل؟ يعني انا راح اجيب شحمه الاذن الزمها هيجي واخذها باللانسيت، لو اثبتها بطريقه ما. دكتور تثبت للاسفل، شلون ثبتها؟ حيث انه انت من توخذها باللانسيت ما تتحرك، بوضع الاصبع السبابه، يعني هيك نتعلم اسمها الدكتور. زين، اذا هو اللانسيت، خلينا نقول شحمه الاذن رقيقه واللانسيت عبر لاصبعك بالجهه الثانيه، شو تقول؟ لا، ما ممكن يعبر، لان انت ليش ممكن، ليش شحمه الاذن ممكن تكون رقيقه؟ يعني
خاصة أوكي إذا أنت عندك طفل وش يسوي له زين البيدنج تايم. أنا أوصف لك إياه والتزيين وأفتح دكتور لازم أفتح كاميرا. أنا ما أعرف ما قريت المحاضرة اليوم بس على اللي اشتغلته بالمختبر. أنا ما ذكرتها بالمحاضرة يعني أنا جاي أسألك على شغلك أنت. السبابة خليها خلف الأذن والإبهام خليها من الخارج وجيب اللانسيت بحيث إنه إيدي اليمين تلامس إيدي اليسار يعني اللي مثبت بيها. بهذا إنه مستوى اللانسيت ما يدخل من أسفل للداخل. زين هذا في حالة إنه هو كبير إذا هو طفل صغير والشحمة صغيرة شلون بهاي الحالة؟ هو هذا للطفل اللي اشتغلته للكبير ما احتاج هاي الامر كله فقط اثبته انت شرح يسوي حتى تثبته تجيب سلايد خلي سلايد ورا شحمة الاذن بهذا الشكل وتجيب دخل اللانسيت حركة سريعة ورأسية هاي الحالة تثبت انه هو ايدي السبابة دكتور بس خلي السبابة اصبعي لا الافضل تخلي سلايد شيء صلب بحيث انه يكون ثابت وانت هم تكون في مأمن تمام البليدنج تايم ممكن يكون أطول من 5 دقائق نتيجة خلل بالصفيحات الدموية أو نتيجة خلل بجدران الأوعية الدموية وأيضا فقدان بعض عوامل التخاطر ممكن أنه يزود لي البليدنج تايم لكن أكثر شيء البليدنج تايم يتأثر بالصفيحات الدموية وبجدران الأوعية الدموية طبعا الجلد اللي راح اختاره انه سواء كان اصبع او شحمه الاذن حتى استخدمه للبليدنج تايم للوغزه لازم بالبدايه افركه شويه بالكحول والقطنه حتى اساعد على زياده جريان الدم لهذا المكان. مكان الوغزه قلنا انه من عقم لازم نترك الكحول يجف. يلا ناخذها بعمق 3 الى 4 ملم. وطبعا المكان اللي راح نأخذه لازم ما نعصره. زين هنا عندي سؤال ليش لازم يكون جاف وليش لازم ما نعصر مكان الجرح؟ يعني انا وخزت الاصبع وسويت له هيك حتى يطلع دم، هذا الشيء صحيح ام لا وليش؟ دكتور راح تخرج سوائل خلويه ويا الدم اذا عصرنا الفينجر، اوكي؟ الانترستيشال فلويد الموجود بالانسجه هي راح تطلع ما بين الانسجه ايضا راح يطلع بالتالي راح يزود لي البليدنج تايم يعني راح تطول فتره توقف جريان الدم تمام نفس الشيء بالنسبه للكحول الى بقى ايضا راح يمنع لي او ياخر لي فتره تكوين او الصفيحات الدم او تجمع الصفيحات الدمويه يعني من تجي الصفيحات الدمويه بالبدايه تجتمع هي بوقت قياسي خلينا نقول خلال دقيقه واحده راح تجتمع لكن إذا أكو كحول بمكانه بعد ما جاف هذه راح تأخر لي عملية تكوين الصفيحات الدموية فبدل ما يتوقف عندي النزف خلال دقيقة واحدة صار يتوقف خلال دقيقتين أو أكثر وأيضا قلنا أنه الفلتر بيبر من أنا أجيبه لازم ما أضغط به على مكان الوغزة مالتي لازم بس يلامس القطرة الدموية اللي راح تطلع يلامس القطرة مو يلامس مكان الوغزة حتى ما يوخر البليتليت بلاك او سداده الصفيحات الدمويه اللي تكونت بالمكان اذا استمر عمليه النزف بهذه الطريقه اكثر من 10 الى 12 دقيقه لازم اوقف الاختبار واجيب شاش معقم اضغط به على الجرح حتى يتوقف معنى انه هذا الشخص عنده خلل بعمليه ايقاف النزيف وراح يستمر النزيف لاطول فتره ممكنه زين هنا عندي سؤال شنو عيوب الطريقة الأولى طريقة الديوك؟ شنو عيوب هاي الطريقة؟ أكو واحد يقدر يقول لي شنو عيوب هاي الطريقة؟ دكتور ماكو وقت ثابت للتحديد العمليات نسبة العمليات بالفحص الثاني الاي بي تي تي ممكن نحدد ثواني او وقت ثابت هنا ماكو ثواني بالضبط يعني ما يجي ضبط وقت شنو اللي ما يخليه يجي بالضبط يعني ما اعرف حسب الشغل دكتور انه ماكو شغل ثابت يعني هناك على الووتر باث مباشره عندك تايمر تشتغل عليه ويبين عندك مباشره يتجلط هنا حسب الورقه حسب ما يجف ف
فاعتقد من شخص لشخص يعني يختلف عندنا، اللي صارت عندنا بالمختبرات لما نفحص من شخص لشخص يختلف، مو يقاس نفس الشيء. لكن هناك على الوتر باث وعلى الفحص الثاني اللي نشتغله بالمختبري لا، تايم واحد وثابت. هذا شلون اللي تشتغل على الوتر باث؟ يا طريقه اللي تشتغلها؟ الاي بي تي تي الاخ البروثرومبين ثاني قصدك؟ بالضبط. تمام. هاي الطريقه عيوبها شنو؟ انه انا من اجيب الواخذه او اللانسيت حتى اخذ بها اطراف الاصبع وشحمه الاذن، انا ما اقدر اتحكم بالعمق. العمق مالتها مو ثابت، مو كل مره انه جاء عمقها مثلا هسه 2 ملم، المره الثانيه 3 ملم. هنا كل مره شكل، انت ما تقدر تتحكم بالعمق مالتها، بالتالي هاي الطريقه ما تقدر تنطيك نتائج مضبوطه كلش. السبب الاخر هو السمك، يعني من يجيك واحد ما يشتغل ابد وواحد جاي يشتغل فلاح، شوف الاصابع مالت اثنيناتهم نفس الشيء؟ لا اكيد، الفلاح راح تكون الاصابع مالته اكثر سماكه، بالتالي انه انت من تجي تجيب اللانسيت وتغرز 2 ملم للحالتين، اكيد انه هذا الفلاح راح يتوقف عند جريان الدم بشكل اسرع مما هو الشخص العادي اللي ما عنده اي شيء. فبالتالي سماكه الجلد والعمق هما احدى اسباب او عيوب هذه الطريقه اللي تخليها انه ما تكون مضبوطه كثيرا. الطريقه الثانيه طلاب جاي تسمعوني؟ في دكتور نسمع. في دكتور نسمع. طفت الكهرباء بس كانك على الموبايل على السريع. تمام. طريقه الايفي بلادنج تايم هي الطريقه الثانيه لقياس زمن النزف. طبعا هذه الطريقه تكون هي اكثر اعتمادا من طريقه الديوك ميثود، بس بهاي الطريقة يحتاج انه يكون واحد متمرس على استخدام جهاز الضغط، لان بهاي الطريقة راح نستخدم جهاز الضغط. هي راح نربط جهاز الضغط مثل ما كأنه نقيس ضغط للشخص بشكل اعتيادي. نرفع الضغط الزئبقي بهذا الجهاز الى 40 ملم زئبقي. 40 ملم زئبقي حتى ان يكون جريان الدم بالاوعيه الدمويه هنا بشكل ثابت 40. اذا كان ضغطه صاعد ايضا هو راح ننزله انه يكون جريان الدم هو 40 بشكل قياسي. راح نجيب بعدها من المرفق نقيس مسافه 5 سم هنا لهي المنطقه 5 سم وناخذ باللانسيت. طبعا العمق مالتها ايضا 2 الى 3 او 3 الى 4 ملم. ونقيس من المكان اللي وخزناه الى نقطه اخرى 5 سم ايضا او 6 سم، ونقص مره ثانيه ونقيس البليدنج تايم بالنقطتين مثل ما قصناها بالطريقه الاولى. هنا فرق هذه الطريقه عن الطريقه الاولى هو فقط انه جاي نستخدم جهاز الضغط ونرفع الضغط الزئبقي الى 40 ملم زئبقي. بعد ما وخزنا الجلد طبعا احنا عقمناه وجف المكان واخذناه باللانسيت. هنا نجيب الفلتر بيبر بالبدايه ايضا، هو اول ما اخذناه نجيب الفلتر بيبر نحسب التايم اللي هو زيرو، النقطه الاولى راح تكون زيرو. بعد الزيرو او بعد ما اخذنا الدم بالفلتر بيبر الاول بالبدايه راح نحسب 30 ثانيه اخرى.
30 ثانية هاي من تخلص نجيب الفلتر بيبر مرة ثانية ونخليها تلامس مكان الوغزة. أيضا راح نستمر بهذه العملية كل 30 ثانية إلى أن يتوقف الدم نهائيا، بحيث أنه آخر خطوة من أجيب الفلتر بيبر وألامسها للمكان الوغزة، طبعا مو المكان خروج الدم مباشرة، لا الأطراف مالتها، إذا ما صار عندي أي دم على الورقة الفلتر بيبر معناه أنه هنا توقف عندي زمن النزف، وراح أبدي أحسب ال 30 ثانية كم مرة جمعتها، يعني كل بقعة تمثل لي 30 ثانية ما عدا النقطة الأولى أو البقعة الأولى. البليدنج تايم بهذه الطريقة تقريبا هو راح ياخذ من 1 إلى 9 دقائق. الطريقة الايفي ميثود هنا بهاي الطريقة، اكو واحد يقدر يقول لي شنو عيوب هاي الطريقة؟ هي الاساس مالتها هي نفس الطريقة الاولى، نفس المبدأ اللي انت تعاملت بها من عقمت واخذت واستخدمت الفلتر بيبر كل 30 ثانية تشيل قطرة الى ان انه يبقى عندك الفلتر بيبر صافي ما عليه اي نقطة من تلامس المكان الوغزة. زين شنو عيوب هاي الطريقة قياسا بالطريقة الاولى؟ أكو أحد يعرف عيوب هاي الطريقة؟ دكتور ما مر علينا، هاي أول مرة أشوفها، حتى بالمستشفى ما يستخدموها. هي الطريقة الأضبط من الطريقة الأولى. شوف هنا جاي نستخدم الساعد، هو هذا الساعد هو اللي راح نوخذ به اللانسيت. طبعا انتم تشوفون اذا بعض منكم الاورده ما انت واضحه راح تشوفون انه هاي المنطقه بها اورده. النقطه الاولى انه انا لازم ما اوخذ وريد، لازم اتجنب الاورده الظاهره واوخذ بمكان بعيد عن الاورده الظاهره. عيوب هذه الطريقه هو الالم، انه الاعصاب هنا راح تكون اكثر، بالتالي الالم راح يكون بهاي المنطقه اكثر من الطريقه الاولى. العيب الاخر انه الصب subcutaneous bleeding ممكن يصير بهاي المنطقة. شلون؟ صح انه انا وخست الجلد باللانسيت وصاعد ثقب، لكن هذا الثقب ممكن ينساد، لكن الجريان الدم من الاغية ممكن يستمر، بالتالي ممكن يصير نزيف للدم تحت الجلد وماكو شيء ظاهر بالاعلى. هذين الاثنين هما عيوب هذه الطريقة، لكن اذا نجي عليها هي اضبط من الطريقة الاولى. هذا المخطط يوضح الطريقة بشكل آخر، أنه أنا ربطت الكف مع جهاز الضغط، رفعت الضغط بها إلى 40 ملم زئبقي، بعدها جبت لانسيت. طبعا من الأفضل أنا أستخدم أوتو لانسيت، لانسيت إلكتروني أنه أو لانسيت أوتوماتيكي، بحيث أنه أنا أتحكم بعمق الوغزة اللي راح أوخذها. انتم شايفين يعني اللانسيت مال الجهاز السكري، هو الاوتو لانسيت هو نفسه مال الجهاز السكري. نعم صح دكتور، هو نفس القلم مال الجهاز السكر نفسه، هو ممكن استخدمه هنا كوافزه اتحكم بها بالعمق بشكل افضل من استخدام اللانسيت. طبعا انا راح ابدا احسب الوقت مثل ما قلنا لكم هسه بشكل سريع، انه انا احسب الوقت بعد ما اشيل القطره الاولى اللي هي احسبها الزيرو تايم. ورا ما شلت القطره الاولى راح احسب بساعة الايقاف 30 ثانيه، حيث انه كل 30 ثانيه راح اشيل بقعه او اخلي انه الفلتر بيبر تلامس بقعه الدم الى ان تتوقف بالاخير انه ماكو اي بقعه على الفلتر بيبر. هنا اقول انه الاختبار مالتي خلص واحسب ايش كم 30 ثانيه انا جمعتها و احسب الوقت النهائي للبليدنج تايم. قلنا البليدنج تايم هذه الطريقه هو من 1 الى 9 دقائق، طبعا هذه الرنجات ممكن تختلف من دوله الى اخرى. طبعا اذا صار عندي زياده بزمن النزف، يعني البليدنج تايم عندي طويل، معناه شنو؟ معناه اما انه عندي خلل باعداد الصفيحات الدمويه، يعني قله بعدد الصفيحات الدمويه، او انه عندي مشكله بالبان والبراند فاكتور،
هذا العامل بنقصان نتيجه امراض معينه اللي احنا نسميها بالفان والبرانك ديزيز، قلنا انه هذا العامل ينفرز من مكانين اللي هم بطانه الاوعيه الدمويه، الخلايا مالت الاندوثيليال سيل راح تفرز هذا العامل، بالاضافه الى انه الصدحات الدمويه ايضا راح تفرز الفان والبرانت فاكتور، وهو المسؤول عن التصاق الصفيحات الدمويه مع بعضها. او عندي هايبو فايبرينوجينيميا، نقصان بالفايبرينوجين ايضا ممكن ياثر لي على البليدنج تايم، لكن نقصانه ايضا ما راح يكون بالشكل المؤثر كلش، لكن يؤثر بنسبه قليله. الاسبرين اذا واحد ياخذ مميعات دمويه راح تزود لي فتره البليدنج تايم، فتره توقف النزف ايضا. واذا واحد ياخذ مثلا الانتي كواجولانت عن طريق الفم كعلاج او ياخذ الهيبارين، ايضا هذين العوامل ممكن راح تزود لي او ما تاثر، عفوا ما راح تاثر على البليدنج تايم، لكن الانتي كواجولانت والهيبارين اللي راح ياخذها راح ياثر لي على الكلوتينج تايم اللي هي من ضمن زمن التخثر، راح تعمل لي على تاخير تكوين الخطرات الدمويه، لكن ما راح تاثر على البليدنج تايم. ليش؟ لان البليدنج تايم اكثر شيء اللي ياثر عليه قلنا هي الصفيحات الدمويه اذا كان اعدادها قليله او انه ما كانت تؤدي وظائفها بشكل تمام، بالاضافه الى انه البطانه مثل الاوعيه الدمويه ايضا اذا كان بها خلل ايضا راح يصير عندي زياده بالبليدنج تايم. لان احنا بهاي المحاضره اخذنا اختبار يقيس لي الهيموستاسيس، تحديدا يقيس لي وظائف الصفيحات الدمويه، وايضا بشكل جزئي يقيس لي فعاليه الاوعيه الدمويه الشعريه انه هي تمام جاي تؤدي وظائفها بشكل تمام او لا. ببالكم اكو اختبار اخر اقدر من خلاله اكشف عن وظيفه الاوعيه الدمويه؟ مر عليكم انه اكو اختبارات من خلالها ممكن اكشف عن وظائف الكابيلاري فيزاس او الاوعيه الشعريه او الاوعيه الدمويه؟ ما مر عليكم؟ دكتور نفس حالة الجلطات؟ شلون؟ نفس الكشف عن حالات الجلطات يعني؟ لا، الكشف عن هشاشة الأوعية الشعرية الكابيلاري فريجيليتي تيست، أو أكو تسمية أخرى يسمونها تورنيكيت تيست، اختبار التورنيكيت. ما سامعين به اختبار التورنيكيت؟ لا دكتور الصراحة لا. يعني أنا صورته أكو جهاز يقيس البلاد فلو، جريان الدم. ممكن لا مو جريان الدم. هسا أنتم عرفتم أنه شلون ممكن أكشف عن وظيفة الصفيحات الدموية، تمام؟ بالبليدنج تايم أكشف عن وظيفة الصفيحات الدموية. لا الـ INR هم يا دكتور، مو الـ INR الـ INR هم International Factor هاي؟ إيه لا، هي تخص البروترون بين تايم، راح نجي عليها لاحقا. هسه الصفيحات الدمويه حتى اكشف عن وظائفها مختبريا عندي فحص البليدنج تايم لها. زين الاوعيه الدمويه الشعريه الكابيلاري فيزاس مثلا اذا كان بها هشاشه او لا، شلون اعرف انه الاوعيه الدمويه هي السبب في اطاله زمن النزف مثلا؟ انه هي اكو خلل بها، بالتالي من شخص عنده يصير نزف جاي يصير ايقاف النزف لفتره طويله او يتوقف النزف بعد فتره طويله. شلون؟ راح اجيب طريقه اخرى او عندي طريقه اخرى اسميها تورنيكيت تيست، او نحن نسميها كابيلاري فريجيليتي تيست اوف هيس. هاي الطريقه شلون راح تتم؟ هي هاي الطريقه للاطلاع عليكم كمعلومه فقط، اتاكد من سلامه الاوعيه الشعريه الدمويه. راح اجيب جهاز الضغط، ايضا اربط جهاز الضغط مثل ما ربطته بطريقه الاي في. هنا ايش راح اسوي؟ راح اقيس الضغط الانقباضي والانبساطي. يعني الضغط الانقباضي والانبساطي، الضغط العالي والواطي احنا نسميه. اذا كان العالي مثلا على سبيل المثال هو 12 والواطي هو 10، راح اجمع الضغطين واقسمهم على 2. اذا كان 12 ب 8 معناه انه هذا 20 قسمه على 2 10، فراح اخلي الجهاز الضغط هنا على 10 اللي نحن بقياساتنا نقول 100 100 ملم زئبقي، ابقيها مشدوده على ذراع البيشنت لمده 15 دقيقه،
ورا هاي ال 15 دقيقه راح اشر على ذراع المريض دائره، اسوي دائره هنا بهاي المنطقه، هاي المنطقه اسوي بها دائره بمسافه 2.5 سنتيمتر تقريبا. ورا ال 15 دقيقه اشيل التورنيكيت واراقب هاي الدائره اللي انا رسمتها على ذراع البيشنت، اشوف انه صارت بها بقع صغيره نسميها كريتيكال، صار بها بقع صغيره حمراء ام لا. اذا صار بقع صغيره حمراء احسب الاعداد مالتها، اذا اعدادها كانت اكثر من 10 بقع معناه انه هذا الشخص عنده مشكله بجدران الاوعيه الدمويه الشعريه مالته، اذا كان اقل من 10 معناه انه طبيعي هذا الشخص ما عنده اي مشكله به. وصلت هاي المعلومه؟ افتهمتوها؟ دكتور بسعيد الله يرضى عنك، بسعيد الله ممكن. طريقه للكشف عن سلامه الاوعيه الشعريه الدمويه، شلون اعرف انه الاوعيه الشعريه الدمويه هي تؤدي وظيفتها بشكل تمام؟ شنو وظيفتها؟ وظيفتها انه في حاله الجرح راح تفرز الفان والبراند فاكتور اللي راح تنفرز من الاندوثيليال سيل. هذا العامل راح يعمل على الساق الصفيحات الدمويه مع بعضها. تمام؟ اجي للوظيفه مالته او لطريقه الاداء مالته، شلون انه ممكن اتاكد انه هو سليم او لا الوعاء الشعري. راح اربط جهاز الضغط، اقيس الضغط العالي والضغط الواطئ للبيشنت. الضغط العالي الطبيعي هو للبيشنت هو 120 نحن نقول، لكن نختصرها ب 12. الواطئ هو 80 نختصرها ب 8، يعني 12 على 8. اجمع الضغط العالي مع الضغط الواطئ واقسمها على 2. راح يصير عندي هنا 10، يعني 12 ب 8 20 قسمها على 2 10 اللي هي 100 مليمتر زئبقي. ارفع الضغط بكف جهاز الضغط الى 100. بعدها راح اجي ارسم دائره بهذا المكان، يعني تقريبا 5 او 6 سنتيمترات اسفل المرفق هنا. ارسم دائره بمحيط 2.5 سنتيمتر. أبقي جهاز الضغط على 100 مليمتر زئبقي لمدة 15 دقيقة. ورا ال 15 دقيقة أفتح جهاز كف جهاز الضغط وأشوف الدائرة مالتي صارت بها بقع حمراء مزرقة اللون مالتها أو ما صارت. إذا صارت أحسب الأعداد مالتها. طبعاً هي راح تصير هذه البقع اللي أسميها بيتيكال بحالة أنه كان أكو خلل بالأوعية الشعرية الدموية للبيشن. احسب الاعداد مالتها، اذا كانت من 1 الى 10 معناه انه هاي طبيعيه، اعداد طبيعيه، لكن اذا كانت اكثر من 10 معناه انه هذا الشخص عنده مشكله بالاوعيه الشعريه الدمويه او عنده هشاشه بالاوعيه الشعريه الدمويه، بالتالي تحت ضغط معين جاي تتمزق او جدران الاوعيه الدمويه بحيث انه تطفر الدم من خلال الاوعيه الشعريه الدمويه وتظهر تحت الجلد على شكل بقع. هذه البقع اسميها بيتيكال، وهي مؤشر على سلامة أو إمراضية الكابيلاري فيزلز. واضحة إن شاء الله؟ دكتور سؤال؟ تفضل. دكتور أنت قلت إنه ناخذ المعدل بين الضغط العالي والواطي، يعني مثلا شخص عنده ضغط 16 على 10 ناخذ المعدل 13 اللي هي 130 ملم زئبقي. نعم واضح دكتور شكرا. تمام؟ وبقية كف جهاز الضغط مربوط لمدة 15 دقيقة وترسم دائرة. بعد 15 دقيقة أفتح كف جهاز الضغط وأبدي أحسب البقع اللي تكون عندك بالدائرة اللي أنت رسمتها اللي هي 2.5 سنتيمتر. أقل من 10 بقع طبيعي، أعلاها أكو خلل بالأوعية الشعرية الدموية. هذا الاختبار هو للإطلاع، اللي يريد معلومات اكثر عنه يكتب بالجوجل كابيلاري فريجيليتي تيست اوف هيست او تورنيكيت تيست، يستخدمه بحالات مرضيه اخرى مثل حمى درنك وغيرها من الامراض. شوفوا هذا الفيديو لطريقه الديوك ميثود. طبعا لازم نحضر كل شيء، ساعة ايقاف، معقم، قطن، وكابيلاري تيوب، ولانسيت.
ساعه الايقاف اذا ما عندكم بالمختبر ساعه الايقاف تقدرون تستخدمون الموبايل كل 30 ثانيه تحسبون الوقت. ساعه ايقاف موجوده بالموبايل ايضا يعني. طبعا هو واخذها بالسنتر مالت الاصبع، والخيار الافضل هو الاصبع الوسطي هو القبل الاخير، كمان هو اقل استخداما، لكن بالسنتر هو لا، الكثافه الاعصاب تكون اكثر فلازم بالاطراف. من تخلون الفلتر بيبر لازم مو بضغط، هي مجرد تلامس، او من الافضل انه حافه الفلتر بيبر هي نفسها تلامس القطره بهذا الشكل، تلامس القطره مو بهذا الشكل مثل ما شفتها بالفيديو. بالاخير احسب ايش كم بقعه صارت عندي هنا. الزيرو هي اول ما بدات هو كانت زيرو، ورا الزيرو احسب 30 ثانيه، وكل مره احسب 30 ثانيه الى ان يتوقف عندي بالاخير بحيث انه ماكو اي بقعه ظاهره. هنا احسب الوقت ايش قد صارت عندي، ايش كم مره اخذت بقعه من بعد الصفر. هنا خمسه، خمسه يعني خمسه اضربها في 30 ثانيه تطلع عندك الزمن البليدنج تايم اللي هو هنا راح يطلع 2.5 دقيقه. هذه الطريقه الثانيه هي طريقه الاي في الاي في ميتود عفوا. ترفع الضغط بكف جهاز الضغط الى 40 ملم زئبقي. تتجنبوا الأوردة طبعا. بعد التعقيم راح ننقصها بعمق 3 إلى 4 أو أقل حسب الشخص. مكان الوغز هو تقريبا 5 إلى 6 سنتيمتر من المرفق. طبعا إنه أنا ممكن أستخدم نقطة أخرى أو أخذها مرتين وأحسب البليدنج تايم من نقطتين، حتى إذا كان النقطة الأولى على سبيل مثلا إذا كان بها خلل بالعمق مالتها، النقطة الثانية هي أيضا تعوض للخطأ اللي صار. كل 30 ثانية خليها تشوف شلون تلامس الورقة بحافة القطرة بحيث أنه ما تلامس نقطة جريان الدم. اكو احد ما افتهم او عنده اي سؤال؟ اي شيء مو واضح؟ ما عندكم اي سؤال؟ دكتور هسه عندنا صار ثلاث طرق مو؟ الطريقتين. اوكي الطريقتين هاي مفهومه. طريقة الديوك وطريقة الاي في. الطريقة القياس او اختبار فعالية الصفحاء الاوعية الدموية هاي قلنا لكم للاطلاع يعني كمعلومة بس. طيب دكتور بالنسبة للفيديو نتمنى تنزله يعني بالكلاس على مود يعني الكل تشوفه. هو ينزل ان شاء الله ورا كل محاضرة. ان شاء الله شكرا. بس حسب سرعة الانترنت يعني ممكن لليل يعني او باكر حسب يعني ايش وقت انه النت يكون سريع ويوصلكم بسرعة. لا لأن حسين دكتور الفصل الأول يدوب قدر يدخل الحصة ولهذا يسأل كثير. شلون زين؟ ما متعود على الإلكتروني بعد. لا بعد حسين بعد ما متعود على الإلكتروني كثير. يعني أول محاضرة؟ الفصل الأول ما كان. أنا ما جاي أسوي نميمة ولا شيء دكتور، لا لا أنا ما جاي أسوي نميمة. زين أنا عندي كسؤال أخير هسه، شلون الغرض من استخدام فحص البليدنج تايم؟ يستخدمون بالعمليات مال ENT وبالعمليات مال جراحية مثل يعني مال الكبد أو أي عملية أخرى يستخدمون PT و APTT. أي عملية جراحية هو يستخدم يحتاج أنه يعرف أنه البليدنج تايم والكلوتنج تايم تمام أو لا،
حتى يتجنب المخاطر اللي ممكن تصير اثناء العمليه. هو جاي يفتح بطن المريض خلينا نقول، وصار عنده نزف وانه الدم ما جاي يتوقف، ياخذ احتياطاته. هاي واحده. بعد ما تجيب بالكم بعض اسباب لهاي الطريقه دكتور، عوامل التخثر انكشف عن ابراهيم؟ العامل التخثر هي تخص الكلوتينج تايم اللي هي دكتور، اللي محاضره عاملين جايه. اللي يعملون عمليات اللي عاملين عمليات مال القلب، فعلى متعدد جرعات عندهم علاج، الجرعات العلاجية اللي تخص الهيبارين وغيرها، ما بعد العمليات بشكل العمليات. عام، هي قلناها العمليات بشكل عام يطلبون فحص البليدنج تايم لا 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 والكلوتينج تايم. دكتور، ما بعد العمليات القلب مثل الصمامات وغيرها، واحد زارع سمام يشوف انه ايه شنو المقنعات اللي يعطيه. تمام صح. تعطى جرعة علاجية ما بعد بعد العملية بشهر أو شهرين، فأكو فحص دوري كل شهر ياخذوه حتى تحدد الجرعة إما زيادة أو تبقى مثل ما هي. زين، حالات مرضية بعد تجي ببالكم دكتور يحتاج انه الحمل، أثناء الحمل أيضا هم يحتاجون هذا الفحص، دي ممكن على الحمل أيضا لا مو اثناء الحمل، يجوز انه قريب الولاده حتى وقريب الولادة. يقيسون انها قريب الولاده ممكن. انتم شايفين مرات انه الواحد الخشم مالته ينزف بدون سبب؟ دكتور الهيموفيليا رعاف، دكتور رعاف، هذا الرعاف، الرعاف الابيستاكسس، اكو نزف ما معروف السبب مالته، مو شرط انه يكون عنده خلل بالهيموفيليا، يعني عنده نقص معامل ثامن، لا ممكن عنده مشكله بالصفيحات الدمويه ايضا، فيقيسون البليدنج تايم حتى يشوفون انه البليدنج تايم مضبوط او لا، وضع الصفيحات الدمويه وظائفها مضبوطه او لا. بعد الدوره الشهريه عند البنات مثلا مرات يكون جريان الدم اكثر من الحد الطبيعي، ايضا يتاكدون من البليدنج تايم بهاي الحاله. قلنا اكو بقعه تطلع تحت الجلد اللي هي قلناها احدى طرق اللي قياس فعاليه الاوعيه الشعريه الدمويه الكابيلاري فيرتيليتي تيست. اذا اكو بقع على الجلد ايضا حمراء او لونها مزرق هيك احمر ازرق، ايضا يسووا لها البليدنج تايم حتى يتاكدون انه هي سبب البليتليت او اكو اسباب اخرى. اكو عده حالات ممكن اقيس بها البليدنج تايم واكشف عنها. هسه مراجعة سريعة، إذا ما عندكم أي شيء أو أي سؤال أي شيء مو واضح، راح أسوي مراجعة سريعة للي شرحناها. شرحنا في هاي المحاضرة الهيميوستاسيس وأهم الاختبارات اللي ممكن نسويها لنحدد الهيميوستاسيس أو نتأكد من الهيميوستاسيس. الهيميوستاسيس هي عملية توقف الجريان الدم أو توقف النزيف من الأوعية الدموية. الدم بأربع مراحل اللي هي الفازو كونستريكشن، تقلص الأوعية الدموية، وتكوين خترة دموية، عفوا تكوين سدادة من الصفيحات الدموية وتكوين خترة دموية، وآخر نقطة هي عملية تحلل للخترة الدموية اللي تكونت. إذا كان الجرح صغير إنه فقط إنه التقلص الوعائي هو كافي لسد هذا الجرح، فراح تتوقف عمليات الهيميوستاسيس عند هذه النقطه. اذا كان الجرح اكبر بحيث انه يتطلب انه يتكون سداده، فراح تتقلص الاوعيه الدمويه وراح يتكون سداده ويتوقف النزف. اذا كان الجرح اكبر بحيث انه تكوين السداده غير كافي، فراح يكون الجسم خطره دمويه حتى يوقف هذا النزف. بعد ما تتكون خطره دمويه لازم بعد ايقاف النزف الجسم يتخلص من هذه الخطره، فراح يفرز او البلازمونوجين عفوا يرتبط بالياف الفايبرين اللي تكونت ويتحول الى فايبرين ويعمل على ادابه الخطره الدمويه. هاي الخطوه هي نسميها الفايبرولايسيس، عمليه اداوه الخطره. اكو عده اسباب هي تكون سبب في حدود النزف او اطاله فتره النزف اكثر من الوقت الطبيعي لها، منها خلل بالصفيحات الدمويه او خلل بجدران الاوعيه الدمويه او خلل بعوامل التخثر. بهذه المحاضرة أخذنا الطرق اللي ممكن من خلالها نعرف إنه إذا كان أكو خلل بالصفيحات الدموية أو إذا كان أكو خلل بالوعاء الدموي. طبعاً الصفيحات الدموية نحن بعد لها اختبار آخر اللي هو عدد الصفيحات الدموية، راح نأخذها بعد محاضرتين إن شاء الله. Coagulation of blood هي أكو عدة فحوصات أيضاً للتأكد من سلامة عملية التخثر بالجسم، منها قياس عوامل التخثر أو حسب زمن أو حساب زمن
التخاثر اللي هو الكراتين تايم. الاختبارات اللي ممكن نتاكد منها او نجريها للهيموستاسيس هي البليدنج تايم، الكراتين تايم، وعدد الصفيحات الدمويه والبروترومبين تايم، واختبارات اخرى مثل البارشال ترومبوبلاستين تايم والترومبين تايم والاكتيفيت الكراتين تايم وغيرها من الاختبارات اللي ممكن نعملها. هذه المحاضره اخذنا البليدنج تايم وذكرنا الطرق اللي ممكن نقيس بها او نحدد بها البليدنج تايم زمن النزف. طرحنا طريقتين اللي هي الديوك ميثود و الآيفي ميثود. طبعا اكو طرق اخرى غير هذه لكن دني اشهر شيء وافضلها هي طريقه الآيفي ميثود. طريقه الديوك ميثود ممكن انجازها على الرؤوس الاصابه، اطراف الاصابه عفوا، او على شحمه الاذن. اساس هذه الطريقه كانت هي على شحمه الاذن. كون سماكه الاصابه هي تختلف وتكون من احدى معايير الخطا اللي ممكن تصير هاي الطريقه. من عيوب طريقه الديوك ميثود هي انه السمك مالت الاصابع او سمك الجلد راح يكون مختلف من شخص الى اخر، وايضا ما اقدر ما اقدر اتحكم بعمق الوخزه اللي راح اوخذها او الثقب اللي راح اسويها بالجلد. طريقه ثانيه هي طريقه الايفي ميثود. هي بهاي الطريقه استخدم جهاز ضغط، كف جهاز الضغط، ارفع الضغط كيف جهاز الضغط الى 40 ملم بقي حتى بقي ضغط ثابت على الاوعيه الدمويه، واحسب زمن النزف بها. زمن النزف بطريقه الديوك هو من 1 الى 5 دقائق، بينما طريقه الاي بي ميثود هي من 1 الى 9 دقائق. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.